قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته فهو كافر عند جميع المسلمين، حكمه حكم الكفار. حكم الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل فرض قاطع وحتم واجب وركن من أركان الإيمان، لا يصح دين المسلم إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب العزيز قول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. ومن السنة المشرفة حديث جبريل عليه السلام حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، جاء على هيئة رجل غريب لم يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ليعلم الناس دينهم. ومن ذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء كلهم على هذا الحكم، أعني وجوب الإيمان بالرسل، لا يخالف أحد منهم في ذلك، بل هذا مما علم بالضرورة من دين الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته فهو كافر عند جميع المسلمين، حكمه حكم الكفار.